ماشيين تمام، وهنيجي يوم كل كده 10 ايام يوم الفري. بيحصل النهارده كله ضد اللي انت بتقول عليه. والله يا حبيبي ازيك الاول، وحشني جدا جدا والله. احنا مع فهمي في اي حاجه، وفي حاجه جديده جايه مصر. انت عارف مصر، الناس في مصر بتحب كل الحاجات الجديده، وده براند تركي ومكسر الدنيا بره. ففهمي لما قال لي اللي هو جايبه كنت مش مصدقه شويه، لان هم خمس انواع لحمه جامدين جدا. ومشكله اللحمه عندنا في مصر او عموما صحيا بتاخد وقت في الهضم لما بتكون شويه مش مستويه قوي، بس الطريقه اللي بيسوي بيها اللحمه زمان شفت تطلع لحمه مهريه تماما. فلا ما شاء الله مبروك، ويكسر الدنيا. وما تقلقش يعني، انا هنظبط يعني، هنيجي في اليوم اللي احنا فاتحين فيه يعني هنبقى ماشيين تمام، وهنيجي يوم كل كده 10 ايام يوم الفري، نجيب كل حبايبنا ونيجي. انت شايف نوع العمدي يستنى يوم فري؟ انت الاسبوع كله لازم يبقى فري بصراحه. لا يعني بص، دايما كنت بقعد اقول له انت يا ابني، يعني لما بدانا يتكلم معايا في الموضوع اللي هو خلاص البراند هيفتح وكده، قلت له انت احنا اتنين مختلفين تماما. يعني انت جايب بس هي لحمه حلوه، اللحمه خفيفه قوي يعني، لحمه بجد. انا النهارده دقتها ما شاء الله الخمس انواع لحمه خفاف قوي، بس برده فيهم شويه دهون يعني. بس حلوه سعرات حراريه يعني تودي في داهيه ولا الناس تخش وما تقلقش؟ لا يخشوا ما يلوش، وعادي يعني مش هيحصل حاجه. اكله حلوه وبعديها تمرين احلى، الدنيا تظبط. يعني ساعتين في الجيم خلصوا الموضوع؟ ساعه كفايه. نور بتشتغل مع مين بقى فنانين الفتره اللي جايه؟ وهل بتحضر ناس لرمضان؟ عندي حسني، عندي فهمي. حسني وفهمي الاثنين رايحين في حته جامده جدا، وانت عارف طبعا علاقتي بعز والناس كلها. وعز ده اخويا اللي هو عشره عمري، ده في حته ثانيه يعني اتمرن بقى. بس اليومين دول حسني شغال بجهز لحاجه هيطلع بشكل مختلف تماما. وفهمي كمان هتشوفوه قريب حاجه ما شاء الله يعني. ان شاء الله باذن الله هنتفاجئ بحاجه فظيعه ان شاء الله. ان شاء الله حبيبي ان شاء الله. انت هتمثل امتى؟ تعلمت برامج ايه؟ عايز اقول لك ان انا كل شويه ناس تجيب لي سيناريوهات عشان ادوار يعني. بحس ان انا يعني هعمل كده ليه يعني؟ قصدي يعني انا ناجح في حتتي، بحب حتتي، بحب شغلي قوي، هعمل كده ليه يعني عليك برضه توابع عشان ايه؟ انت عملت لي كده عشان ليه؟ مش عارف بس حلو والله. الواحد ده الفلوس مثلا. بص، لو كل واحد بقى متواجد بالحاجه اللي هو بيفهم فيها وبيحبها، ده هيبقى انجح بكتير. فالحمد لله كل الفنانين اصحابي وكل الناس اصحابي، وانا موجود مع كل الناس في الوسط الفني. يعني اكني بمثل. لا بس انا الحمد لله البرامج بتاعتي لطيفه. عندي حاجه داخله اسمها فينا حاجه حلوه قريب جدا. دي هتبقى ان شاء الله على النهار، خميس وجمعه الساعه 10 بالليل. حاجه جامده قوي، مفاجاه كبيره. حلوه قوي على فكره. العرض حلو قوي كمان. الحمد لله التوقيت حلو جدا، وهي وهتتذاع على OSN كمان ان شاء الله باذن الله.